ينضم إلينا من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي. بعد تحية دكتور رامي، يعني منذ فترة كنا نتحدث برغم هذا التصعيد المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الاستهداف طبعا لكل مكان ومساحات واسعة في القطاع، محاولة لتهجير أو تسطيح الأرض فيما يبدو طبعا، لكن يبدو أن هناك أفق مهم وضح في الأيام الأخيرة دكتور رامي، وهو تغيرات في المواقف الأوروبية، حتى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعني يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأهمية التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار. فكيف ترى هذا التغير على هذا المسار؟ هذا التغير طبيعي، لأنه ما إطالة أمد الحرب والخسائر لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإنهاء على الأقل العملية الناشطة أو المرحلة الناشطة من الحرب، وربما تجميد النزاع أو نهايته بشكل أو بآخر. وهذا فعليا يذكرنا بما يحدث في الحالة الروسية الأوكرانية، حيث أدت إطالة أمد الحرب إلى تعالي الأصوات المطالبة بوقفها. فبالتالي هذا الأمر طبيعي يحدث عند إطالة أمد النزاعات، وهناك إدراكا بأن لا حرب تدوم إلى الأبد. نعم، يعني إذن يعني الرئيس الفرنسي يتحدث عن نقطتين أو مسارين مهمين. أولا الوصول إلى يعني ضمان أمن إسرائيل، طبعا هو المعروف طبعا من دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجه دائما إلى الحديث أولا حول ضمان أمن إسرائيل، ثانيا حل الدولتين، وأيضا تحقيق أفق واسع للفلسطينيين من خلال إيقاف هذه الحرب. فكيف ترى هذين المسارين، وكيف يمكن أن يتم الجمع بينهم على أرض الواقع؟ إذا تحدثنا عن احتمال أو خيار إنهاء الحرب، فهذا الخيار وارد، لكن ربما ستضغط إسرائيل من أجل ذلك على نزع سلاح حماس، أو ربما ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار، بينما تطالب الحركات الفلسطينية والفصائل هي الأخرى بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهائن. فربما سيتم الوصول هنا إلى نقطة تلاقي ما أو حل وسط يتيحه وقف إطلاق النار. أما بخصوص الحل الطويل الأجل والمتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فأنا للأسف لا أراه واقعيا، لأن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك. وحتى إذا أرادت على مستوى الإدارة، فهناك لوبي يهودي قوي في الداخل الأمريكي سيعرقل ذلك، رغم أن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية تحظى بدعم من اللاعبين الإقليميين مثل مصر، وكذلك من اللاعبين الدوليين مثل روسيا وبعض الدول الأوروبية. نعم دكتور رامي، يعني حصيلة الأرقام يعني في قتل الجيش الإسرائيلي حصيلة مرتفعة، هناك من يتحدث على أن هذه الحصيلة برغم ارتفاعها وكثرة عدد الجنود القتلى الإسرائيليين، لكن هناك حصيلة أيضا أكثر ارتفاعا ولكنها غير معلنة. هل ترى أن الارتفاع في عدد القتلى والخسائر الكبيرة في الآليات والمعدات والدبابات الإسرائيلية قد تكون دافعا أساسيا نحو هدنة ونحو وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي؟ لا شك أن إسرائيل من الدول والمجتمعات التي تشكل فيها قضية مقتل جنودها حساسية كبيرة للرأي العام، لكن في الوقت نفسه هناك انطباع بأن إسرائيل ربما فشلت هذه المرة في الدعاية الخارجية، ولكنها نجحت في الدعاية الداخلية لإقناع السكان والرأي العام بضرورة مواصلة الحرب. لكن برغم يعني الدعاية الإعلامية الداخلية الإسرائيلية للداخل الإسرائيلي، لكن يبدو أن الداخل الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بأهالي وذوي المحتجزين لا يرون أن هذه الدعاية الإعلامية كافية لطمأنتهم على أبنائهم المحتجزين يعني لدى المقاومة الفلسطينية. بالتأكيد من لديهم أقرباء محتجزون لا يرون هذه الدعاية مقنعة، ولكن في الوقت نفسه إذا كنا نتحدث عن مئات الرهائن غير مؤثر على مستوى عموم إسرائيل، وبالتالي لا تؤدي إلى تغيير موقف الرأي العام في مجمله.